بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لقد شاركت المرأة البحرانية في نجاح الثورة ونصرتها، وتغلبت على عاطفتها في المواقف التي تحتاج إلى التجرد من العاطفة، وتنكرت لرقتها في المواقف التي لا تنفع فيها الرقة، تلبست بعنوان التضحية وتدرعت بالصبر والاستقامة، وصرخت في وجه الباطل ملبية نداء الحق. فما يحصل الآن من استهداف طائفي واضح وأسقاط جنسية الزعيم الروحي للشيعة في البحرين، كان للمرأة دورها الملفت فقط، فقد وقفت صفاً واحداً مع المجاهدون المرابطون في ميدان الفداء، انتصاراً لمقام آية الله قاسم، ملبية نداء الدين والعقيدة، غير آبهة للاستنفار الوقح وهمجية جند الطغيان في محاربة دولة الحق. فكل هذه المواقف النبيلة من شأنها رفعت مكانة المرأة في بلادنا، ولا شك في إن تعاليم الإباء قد أخذت واستلهمت من العترة الطاهرة وهم محمد وآله الأطياب، ولنا في هذه الذكرى المقبلة كل العبر والدروس. نحن حرائر البحرين عزمنا مأخوذ من زينب، وصبرنا الطويل مستلهم من بطلة كربلاء. إن لجميع أصناف الشعب وفئاته أدوار، ونحن حرائر البحرين لا نستثنى من تلك المواقف. فالدور التعبوي والتوعوي والتضحوي قد شملنا وعشنا أفعاله، حفزنا النفوس لنصرة المظلومين، كما قدمت السيدة زينب عليها السلام جواد المنية لأخيها الحسين عليه السلام، وواجهنا الأشرار والقمع وصنوف التنكيل والضرب، كما واجهت السيدة الجليلة السياط من الظالمين، وقابلت بكل شجاعة الطاغية يزيد وأعوانه. شاركنا في إيواء المطاردين كما أوى الطوعة مسلم بن عقيل. نحن ضمدنا جراح الأبطال والمقاومين وعالجناها ومسحنا دماءهم كما رعت السيدة زينب عليها السلام، كما رعت السيدة زينب عليها السلام الإمام زين العابدين عندما كان على فراش المرض في الطف، وحتى المسير الشاق إلى الشام. سنواصل هذا الزخم ونحن مقبلون على شهر الإباء والتضحية، مستمرون في هذا العطاء، ماضون في طريق الحق، صادر عن حرائر قرية مقابة الخميس الموافق 29 من شهر سبتمبر عام 2016.